اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند المنتخب. قلنا لا حديث يعلو على نتيجه مباراه السنغال ومصر، وكل كلامنا عن منتخب مصر قبل ما نتطرق الى ترند الاهلي ونشوف مباراه الهلال السوداني. فهنكمل في ترند المنتخب ونروح لبعثه منتخب مصر النهارده من الحساب الرسمي لاتحاد الكره على الفيسبوك. نشروا وصول بعثه منتخب مصر لمطار القاهره قادمه من السنغال. البعثه وصلت حوالي الساعه 2 بعد الظهر قادمه من الدكار بعد مواجهه السنغال في المرحله النهائيه والمؤهله لكأس العالم 2022. طيب لسه بنكمل في مسألة استقبال المنتخب والمرحلة اللي جاية. حساب المصر الرياضي تصريحات للأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري قال فيها لن نتسرع ونتخذ قرارات انفعالية بشأن مصير كيروش. كيروش حياته كلها كورة ولا يترك شيء للصدفة ويهتم بأدق التفاصيل خلال الفترة المقبلة. سنقيم خلاله المدير الفني وسنتخذ القرار النهائي بشأن استمراره مع المنتخب وتجديد التعاقد معه أو رحيله. طب أنا عايز أقف هنا ثانية كده بسيطة وعايز أركز على نقطة مهمة جدا. المنتخب عنده إيه الفترة الجاية؟ عنده تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في كوت ديفوار في شهر 6 اللي جاي. يعني نتكلم بعد أقل من 3 شهور عندنا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2023 في الكوت ديفوار. فبالتالي في 3 شهور تقدر تغير جهاز فني وتجيب جهاز فني جديد ولا هتكمل بنفس المدرب؟ برضو ده ارجع للنقطه اللي قلتها في الفقره السابقه، انت استراتيجيتك ايه الفتره الجايه؟ امكانيات اللعيبه اللي عندك محتاجه مدرب بنفس فلسفه كيروش ولا انت محتاج تغير الفلسفه وتعتمد على مدرب صغير في السن؟ القصه مش مدرب وطني ولا اجنبي. بالمناسبه انا لو هتكلم على المدرب الوطني او الاجنبي في 4 منتخبات تاهلوا لكاس العالم بمدربين وطنيين. 4 منتخبات من الخمسة بيتولوا تدريبهم منتخبات بيتولوا تدريبهم مدربين وطنيين. إيتو أودو مع غانا مدرب غاني مدرب محلي، سونج مع الكاميرون مدرب محلي ولسه متولي المسؤولية من حوالي شهر بعد رحيل أنطونيو مدرب الكاميرون، سيسي مع السنغال وده موجود بقاله أكتر من 3 سنين مشروع بالنسبة للكرة في السنغال، وجلال قدري من تونس لسه متولي المسؤولية بعد رحيل منذر الكبير منذ حوالي شهر. فبالتالي المدرب الوطني ممكن ينجح والمدرب الوطني مع مصر بينجح اكتر من الاجنبي بنسب، لكن في النهايه مين المدرب اللي هتجيبه؟ فلسفته ايه؟ امكانيات لعيبتك ايه؟ هتستوعب فلسفته واستراتيجيته الفتره الجايه ولا لا؟ الوقت هيبقى ضيق بالنسبه لك ولا لا؟ بس ثبت ان بعد شهر من نهايه كاس الامم في منتخبين او 3 منتخبات غيروا الاجهزه الفنيه وتاهلوا لكاس العالم. غانا غيرت وتاهلت كاس عالم، الكاميرون غيرت وتأهلت كاس عالم، تونس غيرت وتأهلت كاس عالم، المغرب اتأهلت ومدرب اجنبي وغالبا هيكون في تغيير للجهاز الفني في المدرب المنتخب المغرب الفتره الجايه نتيجه الهجوم الشديد جدا من الصحافه والجماهير في المغرب على وحيد خليلوزيتش. اذا فكر وادرس وشوف العالم كله جنبك بيشتغل ازاي وانت شوف الخريطه عندك ماشيه ازاي وغير على الفلسفه دي عشان تنجح. حطوا بلان لاربع سنين يا جماعه، ما تشتغلوش على ان عندنا تصفيات 3 شهور ورايحين كاس امم. حطوا بلان للمنتخب، ركزوا دايما على التصنيف بتاع المنتخب. الناس دايما بتنسى التصنيف، ما تفتكروش غير قبل القرعه. افتكروا التصنيف كويس جدا لان ده عنصر لا يقل اهميه عن تكتيك واهميه مباراه واختيار حكم والتحضير لاي معسكر. طيب نروح للمصر الرياضي وبيتكلموا على ان اتحاد الكره بيستقر على استمرار كيروش مديرا فنيا للمنتخب. انا هنا هستغرب واتضايق جدا لو الاستقرار ده وجهات نظر مش بدون اجتماع رسمي وبدون دراسة فنية. لو عندنا مدير فني للاتحاد بخلاف فنجادة يدرس المرحلة دي ويقيمها ويقول لنا، كابتن حازم كابتن بركات لازم يكون لهم دور إيجابي في الجزئية دي ويشرحوا لنا الراجل ده يستحق فنيا ولا ما يستحقش. لو عايزين تستعينوا بخبرة يشرحوا لكم الجزئية دي استعينوا بيهم، لكن ما تقعدوش قاعدة ودية مع بعض ويبقى تصويت لا. الموضوع أكبر من كده بكتير، لأن المرحلة الجاية الناس خلاص وصلت لمرحلة إن هي بقت شايفة إن الكورة هو اللي بيغير مود الشعب المصري، تبقى فرحانة ولا زعلانة. فأرجوكوا حافظوا على فكرة إن الناس المود بتاعها ما يتغيرش أكتر من كده. نتائج الأندية الإفريقية سواء الأهلي أو حتى باقي الفرق قدر الإمكان يعني بتهدي الناس شوية، وإنجاز الأهلي آخر سنتين كانت الحاجة الجميلة والكويسة اللي شفناها في الكرة المصرية في الفترة اللي فاتت. لكن محتاجين دايماً نلتف حوالين المنتخب عشان الجمهور يلتف حوالين المنتخب. رجعوا الجمهور للملاعب بشكل سليم، اختاروا أجهزة فنية بشكل صحيح، وحطوا خطة سليمة للفترة الجاية. مش قصة ملاعب، احنا عندنا أفضل ملاعب وعندنا أفضل قطاعات ناشئين. السنغال ما عندهاش ملاعب وما عندهاش قطاعات ناشئين، كله بيلعب في أوروبا. لكن دايما لازم تفكر وتشوف نواقصك ايه وتشتغل عليها.
طيب نروح كمان لحساب في الجول، مصدر من كاف في الجول: الأقرب من شكوى مصر هو لعب السنغال مباريات على أرضها دون حضور جماهيري مع عقوبات مالية. طب هي الناس راحت للنتيجة اللي ممكن تصفر عن نتائج الاجتماع اللي ممكن يحصل الفترة الجاية، لكن إيه اللي هيحصل؟ في شكوى اتقدمت امبارح من مصر في الوقت الزمني والقانوني قبل بداية المباراة. طيب إيه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ عندنا هنا اتنين مراقبين، في منسق أمني وفي مراقب للمباراة. في تقارير اتبعتت من المنسق الأمني ومراقب المباراة للفيفا، لأن الفيفا هي الجهة المنظمة للتصفيات. بعد ما يتم قراءة التقارير، لو التقارير فيها حاجات خارجة عن النص تستدعي مخالفة اللائحة وإن هيبقى فيها غرامة ونقل مباريات أو ممكن يعني ده أبعد مدى ممكن يعني إعادة مباراة، هينظروا في شكوى مصر. لكن لو التقارير ما فيهاش أي حاجة من اللي إحنا كل اللي بنقوله ده، يبقى الشكوى كأن لم تكن، كأن لم تكن لا غرامة ولا أي حاجة. لو التقارير فيها كلام متعلق بشريط المباراة واللي حصل مع محمد الشناوي، هيتم مناقشة ده في لجنة الانضباط ويبقى فيه عقوبة قاسية على السنغال. لكن طالما التقارير ما كتبتش حاجة ولسه ما اتشافتش، مش هروح للنتيجة اللي الناس بتتكلم عليها، لأن كل شيء وارد في المرحلة اللي جاية. لكن طبعا أصعب الأمور اللي ممكن تتناقش فكرة إعادة المباراة، ده مش هيحصل إلا في حالة واحدة بس: لو تقارير المراقب الأمني أو تقارير مراقب المباراة اللي هم بالمناسبة كان من الرأس الأخضر ومن ليبيريا، كتبوا في تقاريرهم إن المباراة أقيمت في ظروف غير مناسبة واضطرينا لاستكمالها خوفا على حياة الجميع داخل الملعب. دي الجملة الوحيدة اللي ممكن تعيد ماتش، لو مش موجودة يبقى أي حاجة تانية ممكن تحصل: غرامة 10,000، إقامة مباراتين بدون جمهور زي القرارات اللي بتحصل في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. طيب يلا كورة، بيتكلم على تصريح مهم جدا لروجر ديسا المدرب المساعد لمنتخب مصر في رسالة للكاف وفيفا عبر حسابه الرسمي على تويتر. قال: دعونا نمنع الفوفوزيلا من المباريات ونوزع الليزر في الملاعب. بما ان الفوفوزيلا الناس كانت بتشتكي من ان هي بتعمل ازعاج في الملاعب، خاصه في ملاعب جنوب افريقيا، وروجر ديسا كلنا عارفينه طبعا هو مدرب عايش في جنوب افريقيا، فقال لك خلاص بقى امنعوا الفوفوزيلا لو بتمنع ازعاج، لكن الليزر حلو جميل شغلوه بقى طالما انتوا الناس مستمتعه بالاجواء اللي كانت موجوده في الملعب. وهي رساله ساخره من الاحداث اللي شافتها ملعب السنغال في مباراه الامس. طيب برايش فوتبول بتتكلم على كلام مهم جدا خاص بمحمد صلاح، وهنا بريتش فوتبول بتتكلم على صوره لصلاح بيتوجه عليه عدد كبير جدا من الليزر وقالوا عليها وكتبوا: مصر اثناء محاولتها لتسديد ركله الترجيح. حساب بريتشر فوتبول بيتكلم على ان وقت ما مصر بتحاول تسدد ركله الجزاء، ده كانت الصوره والمشهد لمحمد صلاح وهو بيسدد. انت حاسس ان انت موجود في فرح وفي كهارب وفي حاجات كده غريبه بتحصل. وبرده امبارح كانت من ضمن الحاجات الغريبه جدا ان اثناء المباراه بيتم اطفاء الاضواء الكاشفه وبيتمش يعني اضاءه بتشتغل وكانك في حفله، والساوند شغال واذاعه داخليه عماله تعمل احتفالات وبتشحن الجماهير. كل ده الفيفا منعه على فكره. كل دي حاجات انا امبارح بتفرج على الماتش ازاي السنغال اللي رئيسها هو النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي في كل الكوارث دي، ازاي تحصل؟ ازاي ده يحصل؟ انا مش متخيل ان ملعب تم اعتماده من الفيفا والكاف تحصل فيه كل الكوارث والمخالفات القانونيه اللي شفناها امبارح. عموما هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل خاصه مع السنغال ونيجيريا تحديدا. طيب حساب سوفا السوكر بيتكلم على ارقام محمد الشناوي ضد السنغال. طيب عمل ايه؟ 9 تصديات، 7 من داخل منطقه الجزاء، تصدي في سلسله ضربات الترجيح، التقاط عالي للكره، شتت الكره مرتين، يعني نجح في الالتحامات من مره، عمل 10 تمريرات ناجحة. الرجل المقابلة مان اوف ذا ماتش بتقييم سوفا سوكر 8.9 لمحمد الشناوي. انا بعتبره امبارح كان مان اوف ذا ماتش هو وحمدي فتحي وياسر ابراهيم. اخرج